السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن معكم لطوفة ومع الدرس الثاني بالنسبة للحساب الذهني. فالدرس الثاني غادي نعرفكم على الطريقة ديال الاشتغال على المعداد وكذلك بتمثيل العشرات على المعداد. فأول شيء نبداو به هو تمثيل الأعداد العشرية. دائما بغينا نشتغلوا المعداد ديالنا كيكونوا جميع الخرزات إلى الأسفل وجميع الخرزات العلوية إلى الأعلى. هاد لابار داكتيفاسيون أو العارضة اللي كتنشط الخرزات كتكون خالية من أي خرزة. فالآن غادي نبداو بتمثيل الأعداد العشرية. مثلا عدد 77 فكنمشيو إلى الوحدات 5 6 7. هناك في الوحدات وفي العشرات 50 60 70، هناك 77، هذا تمثيل العشرات. نرجع إلى الصفر كذلك تمثيل عدد 67 5 6 7. نمر إلى العمود الثاني اللي هو كيمثل العشرات، قلنا 67 غنديرو 50 60 70. هنا عندنا قلت 67، هناك عندنا 67 في العشرات. كذلك كنرجعو إلى الصفر تمثيل عدد 98 فكنأخذ 5 6 7 8. و90 كنمشيو للعشرات كننشطوا الخرزه العلويه اللي كتمثل 50 في العشرات 60 70 80 و90. هنا عدد 98 فنرجع الى الصفر. كذلك تمثيل عدد اخر اللي هو 25 فهناك 5 في الوحدات 20، كنشطوا 2 خرزات لكل واحدة تمثل عدد عشرة فهنا 25. نرجع إلى الصفر. الآن بعد تمثيل العشرات نمر إلى تفعيل بعض العمليات الحسابية اللي هي كتمثل في العشرات. فمثلا نأخذ العملية الأولى. هنا هذه العملية عندنا 36 زائد 62. غنبداو بستة وثلاثون في العشرات، 10 2 30. هنا 36 زائد 62، 2 في الوحدات 60 في العشرات. فالجواب الصحيح هو 98. إذن نمر إلى الصفر. العملية الثانية اللي هي عشرات 28 زائد 71، 5 6 7 8. هنا 98 وتسعون، 5 زائد 4 تساوي 9. إذن 98 هو الجواب الصحيح. 28 زائد 71 تساوي 98. كما لاحظتم هناك شيء ما، هو أن العمليات الحسابية فهي تجرى بسرعة وسرعة قوية جدا، لأن المعداد هو كيسهل، ليس كما مثلا هناك من يقول أن غندير الكالكولاتريس اللي هي تعطيني عمليات بطريقة سريعة جدا، ولكن المعداد هو أحسن لعمل العمليات. كنت أجريت بعض التجارب ما بين تلميذ اللي كيعد على الكالكولاتريس وتلميذ على المعداد وتلميذ كيعمل عملية حساب على السبورة، وكان اللي كيعمل العملية على المعداد الياباني كان أسرع بإعطاء الجواب الصحيح. إذن نمر إلى عملية أخرى. مثلا هنا 45 زائد 23، 45 زائد 23. هناك خطأ في هذه العملية لأنها للمساعد، هناك للمساعد، لأن هذه عملية فيها. إذن نمر بالمعداد إلى الصفر ونعمل عملية أخرى. 24 زائد 75 ناقص 99. الجواب الصحيح هو الصفر. فكما كتشوفوا بأنه هناك سرعة في تفعيل العملية. نمر إلى عملية موالية وهذه 72 ناقص 22 زائد 44
72 ناقص 22 زائد 44 جواب صحيح هو 94، فهو عمليات بطريقة سريعة جدا. هنا نمر إلى عمليات حسابية أطول بالنسبة للأعداد. هذه عملية تتوفر على ستة أرقام اللي هي عشرات، فهذه نبدأ أولا بخمسة عشر، ولا 15 زائد 52 ناقص 55 زائد 82 ناقص 44 زائد 35، فالجواب الصحيح هو 85. كما كتشوفوا أن الطريقة هي جد سريعة. بالنسبة للأطفال اللي كيعملوا الحساب الذهني، فأنا الآن في تسجيل طبيعة الحال بأنني كنعمل عملية حسابية بطريقة جد بطيئة، ولكن لما الإنسان كيكون وكيكون كيمارس جدا هذه العمليات الحسابية، فإنه كيتمكن أنه كيعمل عمليات حسابية بطريقة سريعة جدا. مثلا نأخذ عملية أخرى اللي هي 33 زائد 66 ناقص 11 ناقص 55 زائد 11 زائد 55، الجواب الصحيح هو 99، نرجع إلى الصفر. كذلك عملية أخرى نقول 12 زائد 56 زائد 20 ناقص 17 زائد 28 ناقص 51، فالجواب الصحيح هو 48. كما كتلاحظوا بأن هناك العمليات اللي كتجرى بطريقة سريعة جدا. والآن سوف نمر إلى تمثيل المئات. الآن سوف نمر إلى تمثيل المئات، فالقضيب أو العمود الثالث هو عمود المئات، فالمئات هو هذا الثالث. الآن سوف نمر إلى تعداد عمليات حسابية بتمثيل العملية الأرقام المئوية. مثلا تمثيل 274 274 هنا 274 صفر 486 486 486 صفر 742. قلت تمثيل المئات، فغادي نعملو 948 948 هناك 900 وهناك 8 5 6 7 8 40 10 20 30 40 إلى الصفر 756 756. فأنا بطبيعة الحال راه الآن كنعطيكم تمثيل ديال الأعداد المئوية، كنوريهم لكم بطريقة بطيئة جدا، ولكن بالنسبة للتلاميذ اللي كيكونوا كيشتغلوا على المعداد بطريقة مستمرة، فهناك كتكون واحد نسبة من السرعة. الآن سوف أشتغل على بعض العمليات الحسابية. فمعدادي إلى الصفر حسابية هي مئوية. مثلا 675 675 زائد 223 زائد 223، فالجواب الصحيح هو 898 أي 898. فكنرجع الأعداد إلى الصفر باش كيكون المعداد ديالي إلى الصفر. كذلك عملية أخرى ثانية، مثلا 243 زائد 256، الجواب الصحيح هو 499. شفتوا أنهم كيفاش كيكونوا العمليات بطريقة سريعة وسريعة جدا، وكنتوصلوا على وصول إلى الجواب الصحيح. بالنسبة لتمثيل الأعداد ديال دار الألاف، وهو القضيب الرابع، هو هذا هو قضيب الآلاف. نبدأ بتمثيل الأعداد ديال الآلاف. مثلا 3000
وستة وثلاث سؤالات عفوا 3326 3326 تمثيل ديالها أو ظهر إلى الصفر 7594 7594 إلى الصفر تمثيل على عدد آخر في الآلاف مثلا 7449 7449 إلى الصفر دائما كنشط بالسبابة وكنعطل بالسبابة والخريطة الفوقية بالوسطى إلى الصفر فكنرجعوا لعملية أخرى مثلا نأخذ عملية مطولة في وهي حسابية بالحساب البسيط اللي هو عملية الزائد 1523 1523 زائد 2115 زائد 2115 زائد 6361 6361 ناقص 1400 ناقص 1452 فالجواب الصحيح هو 8547 فالجواب الصحيح شفتوا كيفاش انه بسرعة كيمكن لنا نتوصلوا اليه فعملية ثانية 2264 زائد 5620 زائد 2115 ناقص 7344 في الجواب الصحيح هو 2655 اذا نكتفي بهذا القدر اليوم ووريتكم كيفاش اننا يمكن لنا نشتغلوا على المعداد بالنسبه في المئات وكذلك في الالاف وموعدنا بالدرس الثالث هو ده كذلك سوف نتمكن من باش نشتغلوا على عشرات الالاف ان شاء الله هناك قواعد كثيره ان شاء الله غادي نعرفكم بها بالنسبه للحساب الذهني والى اللقاء باذن الله.